احنا النهارده هنتكلم عن حاجه من دروس اللغه العربيه. اهلا بيكم، هنتكلم النهارده عن الملحق بالمثنى. المثنى في اللغه العربيه وما يلحق به درس خاص بطلاب الصف الاول الثانوي. يعني يا مستر شوقي كلمه مثنى؟ المثنى هو ما دل على اثنين او اثنتين بزياده الف ونون على المفرد في حاله الرفع، أو الياء والنون في حالتي النصب والجر. يعني بالآخر، يعني كل اسم آخره ألف ونون في الرفع وياء ونون في النصب والجر. هل معنى الكلام ده يا باسم إن أنا مثلا قلت كلمة شيطان ينفع نقول عليها مثنى؟ لا، شيطان مش مثنى. يبقى آخد بالي أجيب المفرد. على سبيل المثال لو قلنا رجلان، رجلان مثنى، هيبقى مفردها. رجل، لو قلنا امرأتان هيبقى مفردها امرأة. يبقى ليس كل ما آخره ألف ونون يطلق عليه مثنى، على سبيل المثال كلمة شيطان. طيب، إعراب المثنى هو بيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. طب حالة النصب وحالة الرفع نفتكرها مع بعض، إمتى بنقول على الاسم مرفوع يا مستر شوقي؟ بمعنى يعني لو الكلمة دي مرفوعة بيكون إيه؟ يعني مرفوع مبتدأ، فاعل، اسم كان، خبر ان، نائب فاعل، او خبر المفرد، او خبر المفرد بمعنى اصح. طب على سبيل المثال احنا دلوقتي عاوزين نعرف حاجه، نعرف الاول العلامات الاصليه والعلامات الفرعيه، لان انا عندي كده ان المثنى معرب بعلامه اعراب فرعيه. لازم ناخد بالنا من يعني الاصل والفرعي. طب العلامه الاصليه اللي هي الضمه في حاله الرفع، والفتحه في حاله النصب، والكسره في حاله الجر. اما العلامه الفرعيه كل ما خالف هذه العلامات الاصليه، الالف في حاله الرفع، والياء في حالتي النصب والجر، زي اعراب المثنى اللي معانا النهارده بالظبط. او المثال عندنا بيقول التلميذان يجتهدان في العمل. لو جينا نعرف كلمه التلميذان، ده كده اسم جاي في اول الكلام، بيبقى مبتدا، ومبتدا مرفوع علامه رفعه الالف لانه مثنى. ان الولدين مجتهدان، ده اسم ان، اسم ان، وان احنا عارفين اللي هي من الحروف الناسخه تنصب المبتدا وترفع الخبر، فلاقي عندي الولدين اسم ان منصوب علامه النصب الياء، ومجتهدان خبر ان مرفوع علامه الرفع الالف لانه مثنى. سلمت على الفائزين في المسابقه، فالفائزين هيبقى اسم مجرور بعلى وعلامه الجر الياء. في حاجه بس يا شباب، انتوا عارفين طبعا ان النظام الجديد ما بيجيش للاستخراج ولا الحاجات دي كلها، هو ممكن يجي في المثنى، احنا كلنا عارفين يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء. ممكن ما يجيش خالص حاجات من دي، ممكن يجي لك ايه، معرب بعلامه اعراب اصليه ولا علامه اعراب فرعيه ولا ولا. يبقى احنا قلنا من شويه ان المثنى علامه اعرابه فرعيه، ناخد بالنا ان احنا هنعتمد على الفهم مش هنعتمد على الحفظ، لان الحفظ ده اصلا مش هيجيب درجه كويسه في النظام الجديد. يبقى انا اخد بالي يعني ايه علامه اعراب اصليه، يعني ايه علامه اعراب فرعيه. طبعا انا عندي المثنى النون بتاعته ساعات بتبقى موجوده وساعات تحذف نون المثنى. متى تحذف نون المثنى؟ نون المثنى بتتحذف زيها زي نون جمع المذكر السالم، زيها زي التنوين في اللغه العربيه، يحذف عند الاضافه. يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول لاعبان، لما هجيب كلمه فريق جنب منها هتبقى لاعب الفريق. لما اجي اقول طالبين وجنب منها الفصل هتبقى طالبي الفصل. وده يفكرنا بكلمة 12، لأن احتمالي لما بنقولها مع العدد 10 بقول عليها 12 أو 12 واثنتا عشر أو اثنتي عشر، لأن النون بتاعتها هنا حذفت عند الإضافة، في حين إنها لما بتيجي مش مضافة بقول عليها اثنان أو سنتان. ده بالنسبة لنا بنخلي النون موجودة فيها. يبقى نون المثنى بتبقى محذوفة. فأنا لو جاي القطع قدام مني أو هو بختار كلمة فيها هقول جاء طالبي، سلمت على طالبي الفصل، أو لاعب الفريق، لاعب الفريق ماهران. طب أستاذ هاني، بس في معلومة إضافية قبل ما نتكلم عن الملحق المثنى. أنا عندي مثلا لما أقول كلمة القمران هيبقى مفردها؟ مفردها القمر. بس احنا عارفين ان الادق والاصح ان مفرد القمران الشمس والقمر، فاحنا ليه اخترنا القمر؟ اخترناها على سبيل التغليب. عندنا حاجه في اللغه العربيه اسمها مثنى التغليب. لحظه بس، دي نتكلم فيها شويه. احنا بنتكلم هنا مش على فكره المصطلحات التي طبقت بالاصطلاح،
احنا بنتكلم على ما انا عندي الابيضان وعندي الاسودان وعندي القمران، انا بتكلم هنا في كلمه المثنى في اللغه، فانا لما هستخدم كلمه قمران في اللغه هتبقى قمران او قمرين، ما فيش فيها مشكله. لكن انا لما يجي يسالني فيها في اللغه العربيه بقى، خلاص القمران هم ايه؟ هعرفهم. الاسودان هم ايه؟ هعرفهم. الابيضان هم ايه؟ هعرفهم. احنا بنقولها على سبيل المعرفه للطالب. ماشي، دي معلومه كويسه. في معلومه ثانيه مثلا، معلومه اسرائيليه. الابوان، الاب والام، نفس الكلام. المروتان، الصفا والمروه. في برضو بعض الكلمات زي كلمه عبد الله. طبعا كلمه عبد الله احنا لو جينا نستنى كلمه عبد، هي طبعا من شويه هاني كان بيقول ان احنا بنحذف النون هتبقى عبدان، لكن لو قلت عبد الله حسني الجزء الاول هيبقى عبد الله، طبعا لفظ الجلاله لا يسنى. هنتكلم دلوقتي مع الجزء الثاني الملحق بالمثنى. ملحق بالمثنى هي كلمات بتعامل معاملة المثنى وليس لها مفرد من لفظه. أول حاجتين عندنا، اثنان للمثنى المذكر واثنتان للمثنى المؤنث. كلمة اثنان واثنتان يا شباب في كل الصور بتاعتهم هي ملحق بالمثنى، سواء جت منفردة أو جت مركبة مع العدد 10 أو 10 أو جت معطوفة، هي في كل الحالات ملحقة بالمثنى. زي الأمثلة اللي قصادنا، هذان كتابان اثنان، فاثنان هنا كده ملحق بالمثنى. وطالما انها ملحق بالمثنى هي بتاخد علامات المثنى، يعني هترفع بالالف وهتنصب وتجر بالياء. ده بقى هيجرنا لسؤال تاني، ايه الفرق ما بين المثنى والملحق بالمثنى؟ قلنا ان المثنى له مفرد، اما الملحق بالمثنى ليس له مفرد. يبقى معنى الكلمات دي ان هي كلمات اضيفت على المثنى، بمعنى انها اخذت علامات الاعراب رفعا ونصبا وجرا. وكمان كده احنا نتفق مع بعض كمان ان عندي كلمه كلا وكلتا كمان تلحق بالمثنى، خدناها في تانية اعدادي لو تفتكروا يا شباب، لما كان بيقول لنا كلاهما وكلتاهما وكليهما وكلتيهما، بس قلنا عشان يلحقوا بالمثنى شرط اساسي ان هما يكون فيهم ضمير، يعني لو جم من غير ضمير يا مستر شوقي يتعربوا ازاي؟ يتعربوا على حسب موقعهم في الجمله، بس بيبقى بعلامات مقدره زي الاسم المكسور بالظبط، يعني ضمه مقدره، فتحه مقدره، قصر مقدره. طيب طبعا احنا عندنا امثله، سيبك من الامثله دلوقتي، هنكمل مع مستر هاني على كلا وكلتا. مستر هاني بيقول دلوقتي ان كلا وكلتا اذا لم يضاف الى ضمير هيعربوا علامات مقدره، ضمه، فتحه، كسره. على سبيل المثال لو انا قلت باسم كلا الرجلين بارع، كلا هنا او كلا الكتابين مفيدان او مش فارقه، او ان كلا الكتابين، او استمتعت بكلا الكتابين، ايه الاعراب هنا؟ اول مثال وثاني مثال وثالث مثال. كلا الكتابين ده اسم مفعول الكلام، مبتدا مرفوع علامه الرفع الضمه المقدره. ليه ضمه مقدره؟ هو كده مش ملحق بالمثنى، هو ما جاش فيه ضمير، فهيتعامل معامله الاسم المقصور علامات مقدره. طب انا سواء بس انا بس رفع او نصب او جر. انا مش عايز شغل النحاه كده ونتكلم بالراحه، ليه قلناها مقدره؟ عشان مش عارفين ننطقها، ريح دماغك. خلاص كمل يا مستر. يبقى معنى الكلام ده ان كلا وكلتا لو جت في اي حته نحويه هنطلعها اسم مكسور، لانها خدت نفس علامات الايه؟ الاعراب. وكمان اللي بيجي بعد كلا وكلتا طالما ما فيش فيهم ضمير بيتعرب مضاف اليه. فالكتابين في الثلاث امثله اللي قصادكم اعرابه مضاف اليه مجرور وعلامه الجر الياء. ما ننساش ان كلا طبعا مع المذكر وكلتا مع المؤنث. بس لازم ناخد بالنا مثال مهم جدا مستر شوقي هيقول لنا عليه، بيقابل طلبة كتير في الامتحانات، وده ان شاء الله بإذن الله تعالى بنسبة كبيرة هتلاقيه موجود في الامتحان بنسبة كبيرة جدا. دي من الأسئلة اللي هي بتيجي في الامتحانات، اولى ثانوي، ثانيه ثانوي، ثالثه ثانوي، اولى ثانوي وثالثه ثانوي. انت بتخش تلاقي الحاجات زي دي بيبقى فيها لعب بقى، يقول لك الطالبان كلاهما موهوبان، الطالبان كلاهما موهوبان، يقول لك ان الطالبين كلاهما موهبان، ان الطالبان كلاهما، في لعب كتير في الامثله دي. المثال الاول، الطالبان كلاهما موهبان، من شروط التوكيد المعنوي انه اذا حذف من الجمله يتم معناها. تعالوا مع بعض، الطالبان كلاهما موهوبان، شيل كلاهما كده هتبقى
الطالبان موهوبان. تمشي الجمله؟ تمشي. تعالى على المثال الثاني يا مستر باسم، الطالبان كلاهما موهوب، احذف كلاهما مش هتمشي الجمله. اذا من شروط كلاهما وكلتاهما او من شروط التوكيد المعنوي بادق يعني انه اذا حذف الجمله يتم معناه. طب دلوقتي لو قلنا الطالبان كلاهما موهوبان، كلاهما توكيد معنوي مرفوع بالالف، اجابتي ناقصه لانه ملحق بالمسند. مسند. المثال الثاني يا استاذ هاني، الطالبان كلاهما موهوب مبتدا سالم. ده بقى هنرجع مع بعض شويه كده لحد سنه خمسه ابتدائي. الجمله الاسميه، الجمله الاسميه هيبقى الطالبان مبتدا مرفوع بالالف لانه مثنى، كلاهما مبتدا ثان مرفوع بالالف لانه مثنى، هما ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، موهوب خبر مرفوع بالضمه، والجمله الاسميه في محل رفع خبر للمبتدا. اذا ناخد بالنا من المثال ده، الطالبان كلاهما موهوبان وكلاهما موهوب، لان ده يعتبر من ادق التفاصيل الموجوده ومن اهم الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات. ننقل بقى دلوقتي تاني بعد ما خلصنا الامثله دي على حاجه تانيه. ايه رايكم نبص مع بعض دلوقتي حالا على ملحق تاني من الملحقات اللي ممكن تكون موجوده معانا. ايه هو الملحق ده؟ الملحق ده هو الملحق بجمع المذكر السالم. في كلمات بتعرب اعراب جمع المذكر السالم يا مستر باسم، حضرتك تقدر نكلمنا كده بسرعه عن جمع المذكر السالم الاول؟ جمع المذكر السالم هو ما زاد على اثنين بزياده واو ونون على مفرده في حاله الرفع، او ياء ونون في حالتي النصب والجر. يعني الاسم المفرد لو حط المذكر لو حطينا له واو ونون في حاله الرفع او ياء ونون في حالتي النصب والجر يبقى جمع مذكر سالم. زي كلمه اللاعب ممكن تبقى اللاعبون فده كده جمع مذكر سالم، ولو نصبتها او جرتها ان اللاعبين فبرضو ان اللاعبين هتبقى برضو جمع مذكر سالم. استاذ شوقي انا عايز اسالك سؤال، هو هنا برضو نفس الحكايه بتاعت نون جمع المذكر السالم زيها زي المثنى؟ بتحذف في حاله الاضافه. يعني ما اقول ايه جمع معلم معلمون، لو قلت مثلا هنا معلمه الفصل ولا اقول معلمه الفصل، ايه الادق؟ معلمه الفصل. حذفت النون في حاله اضافه. من شويه مستر هاني كان بيتكلم بيقول ان احنا بنحذف نون المثنى في حاله الاضافه، وهذا الكلام ينطبق ايضا على جمع المذكر السالم ان نونه بتحذف في حاله الاضافه. ما ينفعش اقول معلمون الفصل، لا غلط، نحويا غلط، اقول معلمه الفصل مبتدا مرفوع مترفع الواو لانه جمع مذكر سالم. هنخش بعد كده على الملحق بجمع المذكر السالم، الفاظ تدل على الجمع وهي بتتحفظ، والالفاظ دي هي اولو بمعنى صاحب، اهلون، عالمون، سنون، بنون، والفاظ العقود من 20 الى 90. طيب انا قريت مستر هاني في بعض الكتب، عايز اسال سؤال، كلمه عقود دي ناس كتير مش فاهمه يعني ايه كلمه عقود. يعقد عندها 10 جديده في العدد، 20 30 40 الى 90. بس ال 10 دي عقد بس ما هياش تعامل معامله جمع المذكر السالم. لا ملحق. ملحق. طيب. ملحق بجمع المذكر. بدايه الملحق من عند ال 20. 20. طيب انا قريت في بعض الكتب شباب ان في كلمات اضافيه غير دي، زي كلمه زو وكلمه ارضون وعليون. اذا هو انا هلتزم باللي موجود عندي في الكتاب؟ لا طبعا. انت راجل لازم تعمل بحث، لازم تاخد كل حاجه موجوده. يعني احنا عندنا اولو، اهلون، بنون، عالمون، سنون، الفاظ العقود، هنضيف عليها استاذ هاني برضو زو وكلمه ارضون، لان دي كلمات ملحقه يا اولاد. يعني ايه ملحقه هاني؟ يعني بتعرف اعراب جمع المذكر السالم بس هي اصلا ملهاش من لفظها مفرد. يعني كلمه اولو مفردها ذو، خلاص كلمه اهلون خلاص بعيده لان هي مفردها اهل، وهي ممكن ما تبقاش مذكر كلها، ممكن يكون فيها مذكر مش سالم، ممكن يكون فيها ستات. كلمه عالمون تنطبق على المذكر والمؤنث، فعشان كده بنقول انها ملحقه به، اما ما لهاش مفرد من لفظها او المفرد بتاعها ما هواش مذكر حقيقي، لان الشرط في جمع المذكر ان هو يكون مذكر حقيقي. زي معلم قلنا معلمون، زي مهندس قلنا مهندسون، قلنا لاعب لاعبون. لكن عشان كده لو ما نيجي نقول طبيب اطباء ده بنقول عليه جمع مذكر، جمع تكسير، لان كسرنا في الكلمه وما لناش دعوه بالمفرد بتاعها. الامثله، انما يتذكر اولو الالباب. الحلو اولو فاعل
مرفوع علامة الرفع الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. الحمد لله رب العالمين. العالمين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. إذن أخد بالي عشان لو جات لي الاختيارات كل الناس تاخد بالها تقول إيه؟ مضاف إليه مجرور بالياء يقوم واخد يا هاني أول واحدة مضاف ما ياخدش في الآخر. هل هي جمع ولا ملحق؟ يبقى ناخد بالنا وإحنا بنحط الإجابة الصح. أخد بالي هو كاتب جمع ولا ملحق به؟ في الفصل 30 طالبا. مبتدأ مؤخر مرفوع علامة الرفع الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. يا أيها الذين آمنوا. حاجة صغيرة هنا بعد إذنكم، طالما الكلام بادئ بجر ومجرور في الأول أو بادئ بظرف، خلاص لازم أقول لنفسي كده خلي بالك إن الكلمة اللي جاية دي إعرابها مبتدأ مؤخر. طالما الكلام بادئ بجر ومجرور في الأول أو بادئ بظرف، أقول لنفسي كده خلي بالك النكرة اللي جاية بعد منها دي في الغالب دي مبتدأ مؤخر. طيب أنا لما أقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. فين الملحق بجمع المذكر السالم هنا؟ هنا بقى في وسط الكلام خالص هتلاقيها حتى حطيناها بلون تاني كلمة أهليكم. هنا هنا العلامة. هي النون فين؟ حذفت ليه؟ للإضافة. إضافة. طب تعالى معايا. يعني بقى لنا تفصيلين مستشار. طيب. الواو قوا أنفسكم وأهليكم. هنا أهليكم معطوفة على إيه؟ على أنفسكم. أنفسكم منصوبة، يبقى هنا هيبقى منصوبة زيها، بس هنا النصب هيختلف. هل هنا العلامة ظاهرة؟ او على سوري علامه اصليه ولا علامه فرعيه؟ علامه فرعيه. اذا جمع المذكر السالم برضه زي مثنى علامه الاعراب بتاعته فرعيه وليست اصليه، وهنا هتبقى الياء. طيب المثال الثالث في الفصل 30 طالبا. 30 ملحق لانها من الفاظ العقول، وتحذف النون ايضا الملحق في حال الجمع المذكر السالم. على سبيل المثال بني وطني اتحدوا لتحققوا اصلها. يا بني وطني. إذن هنا جمع بألحق، فعلامة الإعراب هنا هيبقى منادى منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ناخد بالنا من الحتة دي. وحذفت النون للإضافة. طب أنا لما أقول يا بني، هنا بني مفرد ما هياش ملحق بجمع المذكر. ناخد بالنا من الأمثلة. إيه الفرق بقى ما بين اليائين؟ الياء الأولانية هي علامة إعراب لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. الياء الثانية هي ياء الإضافة اللي هي بتاعت ياء المتكلم بتاعت بني، زي كلمة وطني زي كلمة قلمي، وهنا الياء دي ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إذن هنروح لسؤال تاني. طب الكلام بقى دلوقتي كان نخش بقى في جمع المذكر الناس السالم. طب الآخر نلخص الكلام، نقول يا باسم إيه الفرق ما بين الجمع المذكر والملحق بجمع المذكر السالم؟ هنلخص إحنا قلناه في دقيقة أو دقيقتين بالظبط. ملحق الملحق بجمع المذكر السالم كلمات بتعامل معاملة المذكر السالم ومفيش مفرد من اللفظ بتاعها، ودي كلمات محفوظة هنحفظها هنلاقيها قصادنا زي قلو بمعنى صاحب، أهلون، عالمون، سنون، بنون، وألفاظ العقود، وما ننساش زو باتنين واو مش بيبقى واحدة، وأرضون. دي كلمات بتعامل معاملة جمع المذكر السالم ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. إنما جمع المذكر كمل حضرتك. جمع المذكر السالم كلمات مفردها مذكر ونضيف ليها الواو والنون والياء والنون، كده احنا جمعناها، زي كلمة المهندس تبقى المهندسون والمهندسين، اللاعب تبقى اللاعبون واللاعبين، ففي مفرد من اللفظ بتاعه. هني لو انا قلت المهندسون ينفع احذف النون؟ النون تحذف اذا كانت الكلمه نكره. يبقى المعرفه، يبقى المعرفه اصلا خلاص لازم كده كده احط فيها ايه النون. ناخد بالنا من الحتت دي كلها عشان الاختيارات يا شباب. النحو طبعا كلكم عارفين ان هو كل النحو بيجي كله اختيارات، فناخد بالنا واحنا بنختار صح. نقدر نقول بقى كمان كلامنا على جمع المؤنث السالم النهارده؟ نقول نطول قصة شويه عليهم، مش مشكله وراهم ايه. نعرف الناس قاعده بقى اليومين دول، يعني اللي عايز يشوف حاجه او عايز يطلع يكمل حاجه ممكن ياخد ثانيه يوقف طبعا شويه. احنا افضل طبعا نكمل عليها. لا هي يقعدوا معانا مش مشكله، نسكافيه او اي حاجه بس. طيب لا الدنيا بسيطه والمنهج سهل ومفيش اي حاجه خالص. جمع المؤنث السالم يعني ايه؟ كلمه جمع مؤنث سالم يا مستر شوقي. طيب زي ما قلنا من شويه جمع قلنا المثنى وقلنا جمع المذكر السالم، النهارده هنتكلم عن جمع المؤنث السالم. هو ما دل على اكثر من اثنتين بزياده الف وتاء على المفرد، وطبعا زي مثلا المجتهدات، زي الطالبات، زي الصحراوات، زي العاملات، زي المهندسات، البارعات، المثقفات الى اخره. طيب انا بس في البدايه كده مش عايزين لخبطه شويه. طالبه طالبات، صحراء صحراوات، مهذبه مهذبات،
بس لما اجي اقول اتصال هلاقيها اتصالات، ولما الاقي اقول انتصار هلاقيها انتصارات. فده بيعامل برضو معامله الجمع المؤنث السالم، وبتعامل معاه لانه جمع مؤنث سالم، بس مش دلوقتي. مستر باسم، جمع المؤنث السالم يا شباب ما ننساش ان هو بيرفع بالضمه وينصب ويجر بالكسره. يعني لو مرفوع هيبقى مرفوع بالضمه، زي المثال الاول نجحت المجتهدات. اما اجي اعرب المجتهدات هعربها فاعل مرفوع علامه الرفع الضمه. طب لو جينا بصينا على المثال الرابع، امتد العمران الى الصحراوات، ده الى هنا حرف جر، يبقى الصحراوات اسم مجرور بإلى وعلامه الجر الكسره. خلي بالكم يا شباب ان الصحراوات دي، نرجع لدرس الممدود، ان الهمزه بتاعته كانت زائده للتانيث، عند التثنيه والجمع تقلب الهمزه الى واو. واحد يقول لي الصحراوات، اقول له غلط، لان القاعده بتقول اذا كان الاسم الممدود همزته همزه مزيدا للتانيث، يعني اصل الكلمه ما فيش فيها همزه ولا فيها حرف عله، يعني صحراء اصلها صحراء، صفراء اصلها صفراء، حسناء اصلها حسنه، فكل دول نقلب الهمزه الى واو لانها تطرفت خلاص بعد المد بتاعنا، وتبقى صحراوات وحسناوات و صفراوات. سلمت على الاخوات الكبريات. طبعا الكبريات دي برضه بيرجعنا للدرس اللي هو المقصور، ان لما اجي اجمعه جمع مؤنث سالم تقلب الالف الى ياء، وبزود علامه جمع المؤنث السالم طالما الياء زادت عن ثلاث حروف، يعني ثالثه رابعه خامسه سادسه، يعني بس خلي بالك بقى رابعه فاقصى. يعني مثلا ايه ساعات اقول لك كلمه ايه، طب برضو احنا قلنا بالنسبه للثالثه زي مثلا كلمه هدى هتجمع على هنا في الثالثه، احنا لازم نبص على اصل الالف، يعني لو هي اصلها ياء هدى يهدي هتبقى هدي هدى، ولو اصلها واو زي علا وعصا وعصا وفتى عصا خلاص معلش انا اسف وعصا وعصا عصوات، لكن فتى فتيان وطبعا علا علوات. اوكي ما يجمع جمع المؤنث السالم الاعلام الاناث وصفاتها مخطوط بالتاء، اللي هو المختوم بالف التانيث المقصوره والف التانيث الممدوده. بس بيستثنى يا شباب من الف التانيث المقصوره والف التانيث الممدوده، في المقصوره ما كان مذكره على وزن فعلان ده بيجمع جمع تكسير، زي الجماش جمع مؤنث سالم، يعني عطشة تجمع على عطاش، وجوعة تجمع على جياع، وبرضو ألف التأنيث الممدودة اللي المذكر على وزن أفعل لا يجمع حمراء وصفراء، تجمع حمر وصفر، لأن ده يجمع جمع تكسير لا يجمع جمع مؤنث سالم. برضو عندنا اللي بيجمع جمع مؤنث سالم بعض ما لا يعقل، زي حمام تبقى حمامات، اسطبل اسطبلات، وبعض المصادر زي طموحات ونجاحات الى اخر. اذا الملحق بجمع المؤنث السالم برضه مجموعه من الكلمات، برضه نفس ياخد علامه اعراب جمع المؤنث السالم، ضمه في الرفع والكسره في النصب والجر. من هذه الكلمات اولاد بمعنى صاحبات، ما دل على مفرد مؤنث زي اذرعات، على فكره اذرعات دي بلد في الشام، كل اسم صار المؤنث وختم بالالف والتاء، ما دل على مفرد مذكر وختم بالالف والتاء. طيب عايزين نقول بقى حاجه في الكلمات اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها. المعلمات اولاد فضل تسلمت عنايات جائزه التفوق، ان عرفات طالب مجتهد، كل واحده من دول تلحق بجمع المؤنث السالم فتاخذ اعرابه، فعشان كده اولاد خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه، عنايات فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه، عرفات ملحق بجمع المؤنث السالم فهيبقى اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. قرية أزرعات مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. أي اسم يدل على مفرد والمفرد ده رجل أو امرأة وانتهى بألف وتاء فنحن نعامله معاملة الجمع المؤنث السالم. طيب. مثل كلمة السادات مثلا. ومثل كلمة خلاص عنايات وجمالات وفرحات وغيرها من الكلمات. يبقى طب النصب هنا جمع المؤنث السالم بيبقى كسره علامه يعني اصليه فرعيه. هنا بقى لازم نقول ان طالما علامه الاعراب ما هياش بتاعه النصب، احنا الاساسي عندي في النصب الفتحه، فتح. غيرنا الفتحه بقت فرعيه. اذا المؤنث علامه اعرابه في النصب علامه فرعيه. المثال الاخير ايات طالبه مجتهده، طبعا دي ملحقه
لان لا مفرد لها من لفظها. نرى ايات الخالق في الكون، دي جمع مؤنث سالم، لان مفرد ايات هنا آية. السؤال الاخير ده يا شباب ناخد بالنا منه جدا جدا جدا، لان من الاسئله المهمه اللي بتيجي في الامتحانات.